بودي. قبل ما ياخدنا الكلام افكركم باللي فات وافتكر معاكم لاجل ما تنظبط معانا الحكايه. انا كنت بحكي لكم حكايه بلدنا واتكلمت عن سنيوره وجبانه والبكري. البكري ده حكيم بهايم بلدنا، والبيت ده هو بيته، والشجرة اللي أنا واقف جنبها دي ورثها أبا عن جد. البكر كان في نفسه يخلف لكن ما خلفش، مراته ماتت قبل ما يخلف، لقى سنيورة في الجبانة خدها ورباها، وكبرت سنيورة وبقت حلم للكبير والصغير في البلد. لكن اسمعوا، كل اللي حبوها كوم وحب على الكتف الواحد وصنيوها كوم على الكتف. على الكتف كان نفسه يفرح لكن الفرحة ما بدهاش تجيب. الحظ معاه كان دايما معاكس. أبوه مات وعنده 5 سنين، وأمه كانت شابة وعيب، عيب تقعد من غير جواز. عارفين اتجوزت مين؟ اتجوزت تهامة، وتهامة ده راجل متريش قوي، غني من أغنياء البلد. على الكتف اتربى في بيته وشاف معاه الأمرين لأنه عاش عنده زي الأجير، وكبر على الكتف وتعلم السواقة وراح المركز اشتغل هناك. لكن راح المركز وترك قلبه متشعبط في البلد. عارفين بمين؟ بسنيورة. على الكتف عيبه حاجة واحدة، انه طبعه حامي. على الكتف ده طبعه حامي جدا، يا يحب بالقوي يا يكره بالقوي. وكانت مصيبة، كانت مصيبة يوم البكر رفض يجوزه سنيور. انت بتقول ايه يا بكري؟ بقول مش هتتجوز سنيورة. يبقى انا هقتلك يا مجنون. يا مجنون والله لا اقتلك. انت هتعرف ما هو يقتلك يتجوزها. يا مجنون ملهاش حل. يا مجنون اقتلك. يا مجنون يا ولاد الغابة دي. اوعى اوعى كده يا هاني يا كيف. سيب ابويا سيب ابويا. بقول ملك يابا سلامتك يابا، انت ملك انت ومال ابويا. ايه ما ترد؟ ربنا على المستعفي يا شيخ. في ايه يا ولاد؟ في ايه؟ ملك يابا. ايه ده يا علي؟ كان عاوز يقتل ابويا. ده اللي اتفقنا عليه يا اسطى علي. بتمد ايدك عليا يا علي يا كتف؟ انت جاي تتجوز ولا جاي تعمل جريمه؟ ها؟ في حياتي ما هنسالك العامله دي، وهي كلمه بقولها لك وانت شاهد يا حسان. عمرك ما هتتجوز سنيوره، وان شاء الله حتى تجيب لها شبكه نجمه من السماء. وحياه سنيوره لا اتجوزها ولا هتكون من نصيب حد غيري. يلا بينا على دارنا يا بنتي. علي انت عصبي قوي يا علي، وجوازك من سنيوره مش عايز كده، عايز محايله. بالذوق بالعافيه هتجوزها، ومش هنقول من هنا لما اتجوزها. اسمع الكلام معاك وانت متنرفز مش هيجيب نتيجه. انا هقعد معاك اسليك لغايه ما تهدى. هسمعك حاجه عن نال. مش عايز اسمع حاجه. بلاش نسمع، نتكلم. ولا عايز اتكلم. اتكلم انا يا اخي. شوف يا سيدي، انا سبق قلت لك ان ليا نظريه في البكر، ونظريته انه مش هيجوزك سنيور. هتسالني تاني وتقول لي ليه؟ مش هقول، عشان مش عايز اغلط لحد. كل اللي اقدر اقوله لك ان جوازك من سنيوره عايز راس تخطيط يعني. فهمت؟ لا، عايز يدخل تهامي في الموضوع، عايز يحط رقبتي في ايد تهامي. الله،
احنا اول هام ندفع الخبر مجهول ونبتدي نفكر من جديد. اسمع، نبتدي من جديد وندخل ناس طيبين من البلد في الموضوع يروحوا يخطبوها لك من الباكر. ها، ناس مين دول؟ واحد زي الشيخ نور، واحد زي الحاج محجوب. البلد فيها ناس طيبين كتير يا علي، لما هيروحوا يخطبوها هيتكسف منهم ومش هيرضى يعني يرفض طلبه. ايه رايك؟ هيتكسف منهم يا عم. يتكسف؟ ده بيتكسف؟ ده بيتكسف؟ ده بيهمه اي حاجه؟ بس ايه رايك بقى انهم هيتكسفوا؟ ان هو قصدي يعني ان هو هيتكسف منهم. ايه رايك؟ عارف هيتكسف منهم ليه؟ ليه؟ هتقول لي ليه؟ عشان البت دي مش بنته، فكانوا يكونوا هو يرفض جوازها منك هيخلوهم يسالوا الله الراجل ده بيرفض جوازها ليه وهي بنته في سن الجواز. واخد بالك؟ فهمت؟ طب وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ شوف يا سيدي، انت في الوقت ده تكون مجهز منا جميعهم. ايوه، بس انا قلت لك ان انا معيش حاجه خالص. لكن يا علي انك يعني انت قلت لي انك هتتصرف. مش بس لما يوافق ابقى اتصرف. لا 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 يا علي، ما دام دخلت ناس طيبين في الموضوع يبقى لازم تبيض وشهم. اول ما ياخدوا منه الموافقه تروح رامي له فلوسه في القعده قبل ما تديه القعده، يوم ما ياخدش ودي في الكلام. كلامك حلو يا حسام، عقلك كبير وكلامك يستاهل وزنه. متشكر. ناوي تعمل ايه؟ ها؟ هتصرف. ودلوقتي حالا. بالهلاوة يا علي، وتبقى ترد عليا. والله الظاهر ان نظريتي فيك يا بكري سليمة 100%. سامح ده ليه؟ لا عمار، هو انت ما تخشش البيت الا لما تعمل لك زعجبه؟ عايزينك فيه ان شاء الله. تكونش عايزها تطبطب عليك؟ لا، عايزها عشان اوسطها بيني وبينك. ايه يا اخويا؟ توسطها بيني وبينك؟ وايه اللي بيني وبينك محتاج لوساطه؟ انا بيني وبينك كتير بس انت نسيت، وانا عايزها تفكرك. طب ما تفكرني انت، ولا كمان التفكير الاخر عايز وسط؟ أنا ليا فدان وقرتين أرض عندك، وأمي ليها نص فدان، وأنا عايز ثمن أرض النهاردة. أنت بتضحك ليه دلوقتي؟ أنت يظهر جرى لمخك حاجة، أكيد أنت مش طبيعي. روح لدكتور يا ابني خليه يشوفك، ولا بقول لك إيه؟ روح للبكر خليه يكتب لك علاج. إيه؟ أنت بتتجوع عليا ولا؟ ما هو ما تسيبنيش وتمشي، كلمني زي ما بكلمك. أنا ما أقدرش أكلم واحد مش طبيعي زيك. سبحان الله يا أخي. أرض إيه اللي أنت جاي تحاسبني عليه؟ ها؟ ما تقعد كده وتحاسبني، حاسبني وشوف هتطلع مديون لي بكام؟ إيه؟ أني؟ أني اللي مديون لك أنت؟ أمال إيه يا سعالي؟ لو أنت اتربيت ببلاش يا سعالي كده؟ إيه؟ كنت بتاكل وتشرب وتنكسي منين؟ من الوسية ولا التكية بتاع أبوك اللي سابها لك؟ لا، من عارف. حاسبني على أوجرتي وشوف أنت مديون لي بكام؟ من عمري 5 سنين لغاية دخول الجيش، 15 سنة حرق دم. شوف اجرتي كام وشوف ارضنا تجيب ايراد قد ايه. اهي دي بقى انا ما اقدرش احسبها، دي بقى ما يحسبهاش غير قضاه ومحاميه. روح لهم بقى يا سعالي يا كده، شوفهم هيقولوا لك ايه، وبقى تعالى اديني الخبر. انا عايز ثمن ارض دلوقتي اهو. وعايز الفلوس تعمل بها ايه ان شاء الله؟ تكونش ناوي تتجوز سنيوره بنت البكري؟ ايوه هتجوز سنيوره بنت البكري. طب ودي عايزه فلوس ليه؟ الفلوس بتندفع لاولاد الناس. تقدر تقول لي بقى دي بنت مين؟ دي حاجه ما تخصكش. بلاش بنت مين. وهي صنيوره يا علي يا كت بتاعه جواز،
دي واحدة للرايح وللجاي مش مخلية. ما تجيبش سيرة سنور على لسانك، بقول لك اهو. يا ابني دي ليها في البلد مع كل راجل حكاية ورواية. سنيورة أشرف بنت في البلد، ها؟ أشرف بنت؟ أشرف من مين كده تقدر تقولي؟ أشرف من بهية للتحجازي؟ ولا أشرف من فاطمة؟ بنتي أختك أشرف من أيها واحدة؟ انت لسه بتمد ايدك عليا بالضرب؟ طب انا الالم ده مش هنساهولك ومش هنسى عمايلك فيه، وحقي حقد منك بالكامل. نفسي اشوف هتعمل ايه. هتشوف يا تهاب يا بضمي. والله لا هبك عيشتك عليك، والله لا احرق قلبك، هقطع رجلك بالبلد نهائي وهتشوف. انت متهان يا علي، متهان طول عمرك، متهان. لا انت طايل حق ولا انت طايل حب. انت الوحيد اللي تقدر تخلصه من الجو اللي حواليه قبل ما تتخدش وتوبها يتعاص. انت الوحيد اللي تقدر تحميها يا علي. هطلب من صاحب العربية سلفة 100 جنيه، هرهن له نفسي لغاية لما اخلصهم. 100 جنيه يجيبوا لي سنيوري، وساعتها هنبقى نتحاسب. حفضالك يا تهامي يا جوز امي. صباح النور والهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الوش الحلو ده يا اولاد؟ يا سلام. طب افطر افطر. والله انت جيتي في وقتك يا ست الكل، ده انا ميت من الجوع. كل الهنا والشفا. امال الولاد في ايه؟ خدتهم عند امي وانا جاي، قلت عشان اعرف اجيلك اوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الساقيه دايره على قمحني مش كده؟ على قمح اخويا ابراهيم. يوه، امال هتروي قمحنا امتى؟ بكره بمشيئه الله هصلي الفجر مع الشيخ نور واجي ادور ساقيه طوال. ربنا يديك العافيه يا محبوب. ألا قل لي يا محبوب. نعمين يا مرات محبوب. ألا صحيح أنا وشي حلو زي ما بتقول؟ مفيش أحلى من كده. يا سلام. إيه ده؟ ده أنت زي اللي مش عاجبك الكلام. يا لهوي، وأنا معقول ما عجبنيش كلامك يا محبوب؟ ما إيه اللي جرى؟ ما أنا من يوم ما اتجوزتك وأنا بقول لك وشك حلو. تعالى بالنهارده عماله تتمقلت وتقول يا سلام وتاخده وتدي في الكلام. كلش واحده انسحبت من لسانها وقلت لك انك مش حلوه. وانا يهمني كلام حد يعني؟ انا ما يهمنيش غير نظرتك انت فيا. اذا كان عليا يعني يبقى تطمني على الاخر. اصلي هاتي القلم من جنب. هلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك ايه؟ اصلي في نسوان في البلد مش مبطلين كلام، بيقولوا حاجات كده زي الكذب. وهي النسوان وراها حاجه غير الكلام؟
ان شاء الله. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان فيه شوطه نزلت البلد اليومين دول. يا لطيف يا رب. شوطه ايه؟ حاجه كده زي الكوليري، دايره من بيت لبيت. اللهم احفظنا. دي بتعمل ايه دي؟ بيقولوا انها بتلحس عقول الرجاله. عقول الرجاله؟ كلام ايه ده؟ تسيب الراجل من دول يوم يبص لمراته كده ما يشوفش فيها ريحه الحلاوه. ده كلام فارغ، ما تقولش غير نسوان عقولها فاضيه. دولت حتى بيقولوا ان الشوطه النبادي ما اسمهاش كوليرا. امال اسمها ايه؟ اسمها سانيورا. انت ست الكل بتقول الكلام ده؟ انا ماليش دعوه يا محجوب، دولت نسوان البلد. بتجيبي ست الولايه بالعيب يا ست الكل. انا ماليش دعوه يا محجوب، انا عامل لك ايه بقى؟ وانت ست طاهره وقلبك طاهر، ازاي تخلي سنك تقول العيب؟ سنيوره العيله الغلبانه تقال عليها الكلام ده؟ ما انا بقتش عيله يا محجوب، دي كبرت ودورت وبقت حاجه تانيه. طب فضيها سيره بقى، مش عاوز اسمعك تجيبي السيره دي تاني. ده دي ما تشيليش نفسك ذنبه وتشيلين الذنب. احنا عندنا اولاد وعاوزين نربيهم. حقك عليا يا محبوب، انا غلطان، انا غلطان غلطان. خلينا في حالنا يا ست الكل، وبدل ما تشغلي مخك بالكلام ده ادعي لربنا يبارك لنا في عرقنا وقمحنا واولادنا. تكبر انت وتجري الدنيا، تجري يا ام تجري يا ام، ليله حزن وليله فرح، وانت بتكبر تكبر تكبر تحت عينينا، تضحك احنا وترقص انت من حوالينا، وقرينا عليك يا عذاب الملل، بكره الحصى ما تحط عليك. مالك النهاردة يا بهيج؟ مساهمة كده ليه؟ زعلان زعلان يا سنيور. زعلاني؟ وايه اللي مزعلك يا بهيج يا اختي؟ انت مخبية علي حاجة؟ ايه يا سنيور، اهلي مخبية عليك حاجة. طب ويا مين المصطفي؟ انت مالك يا حاج تخبي عليا ليه؟ مش احنا اصحاب يا بيه. قولي لي يا سنيور، بس ما تكذبيش علي، الا اني وحشه. ينقطع لسان اللي يقول عليكي وحش. يعني مش ناقصني حاجه؟ يا وايه اللي ناقصك يا بهي؟ ده انت تضحكي بصحيح. والمسعد ابن عمي ما بيحبنيش ليه؟ مش بقولك انك تضحكي ولا انت باين عليك عبيط؟ وعشان كده يبقى مسعد ما بيحبكيش؟ لو كان قال لك ما حدش بيجينا زي زمان ولا عاد بيسال علي، لو فكر في يوم يزورنا ما يجيش اللي ابويا موجود وأني ما يسألش عني. مش بقولك إنك عبيطة وعشان كده يبقى ما بيحبكيش؟ أنا خايف يا سنيورة لا يفكر في واحدة تانية. اسمعي يا بهية يا أختي، أنت تخافي لو الواحدة التانية دي انشغلت بيه، في الحالة دي يمكن ما تسيبوش. انما تصدقي بالله يا بهية يا اختي،
مسعد ابن عمك دي سيبه يلف ويدور ويلف ويدور، لكن في الاخر حيرجع لك انت. يا ريت يا ريت يا سنيور. اما اروح اشوف مين؟ لا 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 خليك انت، دي مصيبه تهدي. ده حمل حطب يا سنيور. حمل حطب جرى لك ايه؟ هو الراجل ده ما بيغلبش، انت ما بتغلبش يا ابو شرف. وانا ايه اللي هيغلبني؟ انا قلت زمانك احتجت حطب رحت شايل الحمل ده وجاي. ما تاخديه يا سنيورة، انت هتخسري حاجه. طب امشي امشي يا شيخ، دي بلاوي اهدي. اوف ايوه ايوه اضحك اضحكي ولا يهمك. تسلمي. قولي لي يا سنيور. نعم. الا قلبي مش مشغول بحد خالص لحد النهار دي. والنبي ماني عارفه بهي. طب وعليك كده؟ سعليك كده؟ اقول لك الحق يا بهي، يعني ساعات اقعد كده واسرح لوحدي وافكر واقول يا بنتي يا سنيورة، لو ابوك البكري جه وسألك سؤال كده وخيرك تتجوزي مين في البلد يا بيه، تختاري مين؟ تقومي تردي وتقولي ايه؟ على الكتف شراني بيشخط وينطر ويكسر الحاجة. انما متهيألي برضو اني ما اتمناش حد غيري. ساعات بحس يا بهية يا اختي ان ربنا خلقني مخصوص عشان سعيك كده. فيك يا عم تهامي. عن اذنك دقيقه واحده احط حاجه على راسي. لا 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 حط حاجه على راسك ليه؟ ما انت راسك حلوه كده اهو. ان شاء الله تسلم. هو انا غريب ولا ايه؟ انت زي بنتي فاطمه؟ زي بنتي ولا ايه؟ ايه والله ان شاء الله. ازيك يا سنيور؟ ان شاء الله تسلم. هو ابوك البكري مش هنا؟ ايه؟ ابوك البكري مش هنا؟ لا يا عم توهاب، ابويا البكري مش هاني، ابويا راح عزبة العالية يشوف حكاية مستعجلة كده. راح يشوف. يبقى هو بقى اللي انا شفته من شوية وانا معدي قرب المعدية. جايز والله يا عم توهاب جايز. هو حضرتك عايز منه حاجة اقوله عليها لما يجي؟ لا مش مهم يعني. أبقى إن شاء الله تسلم. بجيله بعدين. إن شاء الله تعيش بالسلام. ما كنت تتفضل شوية يا عم تهاني. يزيد فضلك يا سنيورة. سنيور. نعم يا عم تهاني. بقول لك إيه؟ إيه؟ ما تقربي شوية. أنت مكسوفة مني ولا إيه؟ أني؟ أبداً. أني؟ ودي معقولة برضو؟ لا أنت مكسوفة مني. أني؟ ها؟ أبدا يا عم تهامي. أكيد طيب. أنت مكسوفة مني. أنت زي والدي. لا والله أنت مكسوفة مني وعزة رسول الله أنت مكسوفة مني يا شيخ. هو أنت هتكسفني كده يا عم تهامي؟ من المصطفى كده؟ لا بالذمة ما أنتش مكسوفة. حد يتكسف من أبوه. طب قربت عم أقول لك بس. أديني جيت أهو يا عم تهامي. بقول لك إيه؟ نعم إيه؟ شوف يا سنيورة بقى. أني واني معدي من هنا ايه بضرب بعيني في الأرض كده اهو
والمحلك حاجة يا بنتي يا صنيورة واقعة في التراب. انت ما وقعش منك حاجة. أني؟ ايه؟ حاجة زي ايه كده؟ حاجة كده يعني. أني؟ لا يا عم تهامي، هو أنا حلت ايه يعني علشان يقع مني؟ طب فكري كويس. مش فاكرة ولا حاجة. دهب دهب دهب. طب تتملت عليها يا عم تهامي، هو أنا كان عمري هدايا حاجة دهب؟ ولا حتى الخاتم دهو؟ ايه؟ دهو؟ لا يا عم تهامي، ولا أيوتها حاجة زي دي. طب بص كده شوفي شوفي يعني. طب يا قوي يا ترى بتاع مين؟ زمان صاحبي هيسأل عليها دلوقتي. لا اكيد لو صاحبه عرف انه معاكي هيفرح قوي. ما تحطيه في صبرك كده، يمكن تعرف. بقول يعني يا سنيورة، يعني لو تحطيه في صبرك كده هو يمكن تعرف صاحبه. ها خد الخاتم يا عم تهامي. لا انا مش واخده، انا ما ضحش مني حاجه زي دي. هي طب ايه رايك بقى مانيش واخده وخليه معاكي وانت حره ان شاء الله ترميه في البحر؟ ارميه؟ ايوه. يا سلام، ودي حاجه تترمي برضو يا عم تهامي؟ طب خليه معاك يعني ومالكيش دعوه بقى. يلا عم تهامي. ايه قال لي انت صحيح لقيت الخاتم دي؟ افرض يعني يا سنيورة افرض يعني ما لقيتوش بصحيح، يقرا ايه؟ يكونش علي الكيت هو اللي بعته؟ علي ايه؟ لا يعني قصدي سعالي الكتف يعني هو. بيت يا سنيور، ايه حكاية هو على الكتف يخرج من باعه يجيب خاتم زي دي؟ على الكتف يخرج من باعه ولا من طوله يشتري حتى خاتم فضه؟ ثم انا هشتغل لك مراسلة على الكتف بتاعك ولا ايه؟ الله مش عيب كده؟ الله عيب يعني؟ جرأة ايه وحصل ايه يعني؟ انا مش فاهمة ايه الحكاية، ما تفهمني ايه الموضوع؟ ولا بيت خش جوه، خش الواد سلامة جاي خش. مش فاهم ايه الحكاية يا شد. اوعي تجيب سيرة لحد حتى وانا ابوك البكري، فاهم ولا ايه؟ بعدين هفهمك. السلام عليكم يا عم تهام. عليكم السلام يا شي سلام. انت جاي منين يا واد بزمارتك دي ورابط حمارتك بعيد كده ليه؟ يا اصلا ما تحبش تبين نفسها على الرجال. هلا امال بتبين نفسها عليك ليه يا اخوي؟ وانت مش رجال؟ لا انا عيل. اهلا يا عيل. اصلي كنت جاي من الغيط ورايح الجباني. اصلي جبالي بقى ازور قبر جدته ام ابويا، ما انت عارفه. عارف. قلت بقى اروح افرق على روحي كوزين دورة انا والحمار. ما كنت تبعت الحمارة تفرق احسن. والله انت والحمارة واحد. لا اثنين. الحمارة واني. لا والله فيك الخير. الله يخليك. الله يخليك. والله فيك الخير يا اخي. طيب ما تكلمنا نحن.
طب انت جاي منين ورايح فين؟ انت مالك يا انت مالك عايز افهم؟ ده سؤالي. يعني عايز تجاوب عليه جاوب، مش عايز تجاوب ما تجاوبش. عايزني اجاوب؟ انت حر. كنت يا اخويا في الجبال بزور قبر جدتك ام ابوك. ده انت جدعوي بيزور قبر جدتي ام ابوي. انت ما بتضحكش ليه؟ فالح قوي يا ابن مفيسي. هو كان هنا بيعمل ايه؟ غريبة. لازم في حاجة. في ايه؟ يا سنيوري. يسعد مساك يابا. اتأخرت يعني النهاردة؟ والله يا دوب خلصت الشغلانة اللي في ايدي وكان جاي دغري. ايه يا رب. آب ملك يا لا ولا حاجة. انت زعلان ليه يا آب؟ باين عليك الزعل. يا أخي النهاردة حصلت حاجة كده عمرها ما حصلت لي. خير يا آب إن شاء الله خير. البيمة اللي كنت رايح عشان اعالجها رحت هناك وبعدين ولعنا النار حطيت المسمار لغايه المسمار متحمل وخدت المسمار وهو محمي ورحت على البيمة عشان اكويه وكانت مربطه على الارض قدامي. ايوه وبعدين؟ وبعدين يا سنيوره بصيت لقيت البيمة يا بنتي بصيت لي زي ما تكون بني ادم هتتكلم. حسيت انها عايزه تقول لي ايه اللي في ايدك ده يا عم بدري؟ انت هتعمل فيا ايه؟ قلت لها انا هعالجك يا جاموسة. انا جاي عشان اكويكي عشان ارد لك الحياه. بصيت لقيت صاحب الجاموسة جنبي وعمال بيقول لي طب ما هي عارفه. وهو ده اللي مزعلك يابا؟ لا يا بنتي والله شغلانتنا دي بقت صعبة أوي. ما طول عمرك بتشتغلها يابا، هو ايه اللي اتغير فيها يعني؟ هي الشغلانة ما اتغيرتش، انما الظهر الناني اللي اتغيرت. ليه يابا كفلنا الشعر؟ هو انت خلاص كرهت جوي البهايم؟ والله ما انا عارف بحب ايه وبكره ايه. انا متلخبط. تصدق بالله يابا انا عارفه انك زعلان وكمان ملاحظه عليك اليومين دول انك انت زعلان، بس ويمين المصطفى انا ما اعرف انت زعلان ليه. مش انا قابلت طلاب النهارده وقف يتكلم معايا. وقابلته امتى يابا؟ وانت رايح ولا وانت جاي؟ لا وانا رايح. وقال لك ايه؟ قال لي كلام فارغ. قال ايه؟
قاعد يكلمني عن علي الكتف وعن جوازة علي الكتف. ياك المغفل ده كان فاهم ان انا حوافر عن جوازك من علي الكتف. معلش يابا، اصل عم توهامي ما بيحبش علي الكتف. عايزة ضميري؟ انا ما احبش الاثنين. مالك؟ أني حروح أحضر لك العشاء يا أبا. سنيور. نعم. أنا عايزك تقولي لي بصراحة كده، هو إيه اللي بينك وبين علي الكتف؟ علي الكتف؟ وإيه اللي حيكون بيني وبين علي الكتف يا أبا؟ لا يعني شايفك زعلتي كده. لا أنا ما زعلتش ولا حاجة، أنا بس بزعل من الكلام اللي بيجرح واللي انت بتقوله لي كل شوي. زي اللي رن كده. سنيورة. ايوه. تعالي هنا. نعم يابا. ايوه يابا. تعالي هنا. نعم. اهدي. دي خاتم يابا. أنا عارف، أنا عارف إنه خاتم. جبتيه من إيه؟ أنا لقيته. لقيتيه فين؟ لقيته تحت الجميزة اللي بره. والله عجيبة، هي جميزتي دلوقتي بتطرح خواتم؟ وأني شعرفني يابا، ما تروح تسألها. بس قصدي يمكن وقع من حد معدي رايح كده ولا كده يابا. فاهميني هنا؟ قولي لي هنا. الخاتم ده جابه على الكتف ومش كده اتكلمي. وانت بتسخط فيا كده ليه يابا؟ على الكتف ما جابش حاجه. ده ويمين المصطفى مره حتى جاب لي ازازه ريحي وانا رفضت اخدها منه. جاب لك ايه؟ ازازه ريحه؟ انا بدي افهم هنا. ايه اللي بيغرب بيتي انا مش داري؟ مين اللي بيخش بيتي من ورايا؟ اشتم فيا زي ما انت عايز، بس اوعى تشك فيا. اشك فيكي؟ ده انا هخلص. طب اياك تمد ايدك علي. انا قدامك اهو، فرجني كده هتعمل ايه؟